مبادرة تعاون ما بين كلية العلوم الصحية مع مجلس الأعلى لشؤون الأسرة إدارة التثقيف الصحي. اديت محاضرة عن صحة العمود الفقري. احنا عارفين ان حاليا في الوقت الحالي كتير من اطفالنا كتير مننا بناخد وضع الجلوس اوضاع خاطئه، وللاسف ما بناخدش الاوضاع الصحيحه. ده اللي بيأثر علينا وبيعمل لنا مشاكل في العمود الفقري، وبيسبب لنا كتير مننا بيسبب الام في العمود الفقري. ايه الاوضاع الصحيحه؟ ايه الاوضاع الخاطئه؟ ايه العادات الصحيه او ايه العادات الغير صحيه المتعلقه بالظهر والعمود الفقري؟ ايه هي التمارين؟ ايه هي الانشطه اللي ممكن نتبعها في حياتنا عشان نتجنب الام العمود الفقري؟ ان شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا من اي الام. وشكرا لكم على